في صبيحة 25 من يناير كانون الثاني لعام 2011، كانت الشرطة المصرية قد أكملت استعداداتها للاحتفال بعيدها، في الوقت الذي انتشرت فيه دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المصريين إلى نزول الشوارع اعتراضاً على القهر الشرطي الذي فاق حدود الاحتمال. وفي 28 من يناير كانت مصر على موعد مع تاريخ جديد، حيث خرج المصريون إلى الساحات والميادين في أنحاء البلاد كافة اعتراضاً على استبداد النظام ومشروع التوريث. وخرجت قوات الشرطة والأمن المركزي بكامل طاقتها لمواجهة الشعب. في خلفية هذا المشهد بدأت حالات هروب جماعي من السجون في أنحاء مصر، وبدأ معها ظهور اسم اللواء محمد البطران مدير مباحث قطاع السجون بعد نجاحه عشية 28 من يناير في منع خروج المساجين من سجن الفيوم. صباح السبت 29 تلقى بلاغاً بوجود تمرد في سجن القطا، وهناك تلقى رصاصة قاتلة في الصدر، تلك الرصاصة التي أنهت حياته وفتحت الباب واسعاً أمامنا للسعي نحو إجابات لأسئلة أهمها: من قتل اللواء البطران؟ مثلت جريمة اغتيال اللواء البطران الصندوق الأسود لعمليات فتح السجون واقتحامها. ولكي نصل إلى الحقيقة، كان علينا أن نتتبع خيوط الدم التي تشير إلى القتلة في محاولة للكشف عن الحقيقة. يحاول فريق العمل في هذا الفيلم الإمساك بالخيط من أوله لاستجلاء الحقيقة الغائبة، أو الحقيقة التي يحاول الجناة طمسها، ولنبدأ معا رحلة البحث من أولها. آخر محادثة تليفونية بيني وبين اللواء البطران كانت يوم السبت 29 يناير الساعة 9:30 الصبح، يوم اغتياله. اليوم اللي قبله كانت جمعة الغضب اللي هي 28 يناير، الإرسال فيها كان مقطوع، ما كناش عارفين نكلم حد. فأنا يوم السبت 9:30 الصبح أنا كلمته في مكتبه علشان أطمن عليه. عمري في حياتي ما شفت أخويا متنرفز وعصبي وزي اليوم ده. بكلمه وبقوله ازيك يا محمد طمني عليك، كان بيصرخ ويقول لي العدلي حرق البلد، العدلي حرق البلد، العدلي حرق البلد. كرر الكلمة دي 3 مرات، وساعتها يقول لي انت ما تعرفيش اللي حصل، في 18 اسم اتفتحوا في القاهرة، والبلطجية والمساجين طلعوا من الاقسام دي قاطعين الطرق، وفي شبرا الخيمة بيسرقوا الناس، بياخدوا الذهب بتاعهم والمحافظ والساعات، بيسرقوا الناس بالسانج والمطاوي. قال لي ده لو حصل في السجون مصر يحصل فيها كارثة، أنا استحالة أسمح بكده، استحالة أسمح بكده. يوم 28 يناير كان يوم الجمعة حوالي الساعة 3 الفجر كده، كنت أنا موجود في مكتبي سهران زي كل المصريين كده بنتراقب الأحداث. فوجئت بالعسكري اللي هو اسمه سابق السواق بتاع محمد بيه البطران، ندالي قال لي محمد بيه مستنيك على اساس اني عاوزك يعني. فرح سلمت عليه عربيه فوق، له يا باشا ايه الاخبار؟ قال لي والله الدنيا خربت. قلت له مش النهارده الجمعه اجازتك؟ فقال لي هو المفترض ان النهارده الجمعه اجازتي، بس لظروف البلد غصب عنه رحت الشغل. فبقول له حتى يوم الاجازه؟ قال لي حتى يوم الاجازه. والاغرب من كده ان يا دوبك اروح اغير هدومي
واشوف الاولاد وهنزل تاني الساعه 6 الصبح اكون في المصلحه. طبعا هو الصبح طالع كان مودي ابنه المطار عشان مسافر يكمل دراسته بره. فانا بقول له يا سعاده الباشا انت النهارده في انجلاب رايح فين؟ قال لي والله يا حسين انت خايف عليا؟ قلت له ايه طبعا يا بيه خايف عليكم، ما انا خايف على مين؟ قال لي العمر واحد والرب واحد. ساهمت أجهزة الاتصالات الحديثة في الثورة المصرية بنصيب وافر، فقد استطاعت كاميرات الهواتف المحمولة أن تسجل أحداثاً ستظل محفوظة في الذاكرة المصرية والعالمية، إذ تم تسجيل هروب السجناء من عدد كبير من سجون مصر صوتاً وصورة، بما يفتح مجالاً لتأويل أن القائمين على السجون قد أفسح طريق الهروب أمام السجناء. لكن آلات إعلامية أخرى قد استطاعت أن تشكك في هذه الأدلة لينفتح الطريق أمام تفسيرات مختلفة لما حدث. تدعي إحداها تنظيم السجناء لعملية الهروب الجماعي، بينما تدعي الأخرى أن وزارة الداخلية هي من أفسحت الطريق واسعاً أمامهم للهروب. إيه اللي حصل؟ اللي حصل الشرطة كلها اللي هي المخبرين والشرطة اللي ماسكة السجن نفسها لبس ملكي والله العظيم، وجابوا السلاح وحيات كتاب الله وهدوا باب الوضر من بره وهدنا السجن وهم اللي طلعوه. تلقى اللواء محمد البطران بلاغاً يفيد بحدوث تمرد وهياج في سجن القطل الجديد الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً عن القاهرة، ويضم بين جدران الزنازين أكثر من 4500 سجين، فتوجه إلى السجن على الفور. أحد الأصدقاء له صديق محبوس في سجن القطة، وفوجئت به بيتصل بي وبيقول لي إنه بيحصل كذا وكذا في سجن القطة، وان هناك اشخاص داخل السجن معاهم تليفون استطاعوا تهريبه وعايزين يتصلوا بيك ويبلغوك باللي بيحصل داخل السجن. احنا دلوقتي بيخلوا ميه بره في الطايف في الحوش ونيجي نطلع لنا شويه ميه وضربنا بالنار ماشي، الميه قاطعينها النور قاطعينه كل شويه يضربوا فيها بالنار ومش عارفين نعمل اي حاجه خالص. واحد جاي يشرب ضرب علينا نار عشان نعدي نملى ميه لازم ننط من شباك عشان نملى ميه. قاعد بيملى ميه بيوطي يملى ميه وهو بيقوم راح واخد طلقه في قلبه. هو اللي ضربه مين؟ ايه اكسبورج البرج اللي اداله طلقه في قلبه. كميه جامده جت عند الميه وكلام من ده بوصلني لا ضرب النار، ببص لقيت زميلي جنب مني سقط مات. ببص يا دوبك ما لحقتش عند الباب كانت في ضلقه خرطوشتين في ظهري سقط. ضربوا علينا من البرج دوت نار بيموتونا هنا اكننا اسرى. بيقولوا علينا نعدي نحب نقول الحاجي موتونا تاني وبعد ما نعدي وتدرب علينا. كنا واقفين تحت مع اللي هو محمد البطران وسيدي جلال، وبعد كده طلع عصام البساط اللي هو محدش ما راحش السجن اهو راح مشاور لبتوع البرج ان هم يضربوا علينا لما لولا حوالين واقفين حوالين سيدي جلال ومحمد البطران واخد بالك؟ راح مشاور لبتوع البرج يضربوا، طبعا ضربوا ده ورا ضرب النار في الوقت ده كده محمد البطران اتضرب وسيدي جلال اتضرب ومشايين بقى كتير قوي قوي في الارض. يوم 29 يناير الساعه 2:30 3 العصر اتصل بي احد نزلاء سجن القطة وهو من اهل البلد عندنا ومن اهل المنطقه، قال لي اللي هو محمد البطران كان عندنا في السجن واتضرب بالنار. فانا سالته مات ولا ما ماتش؟ قال لي انا ما اعرفش بس انا شايفه وهو بيتضرب من على البرج، بس مات او ما ماتش انا ما اعرفش لان خدوه في العربية بتاعته وجري يومين من السجن. فيما يتعلق بوزارة الداخلية حول وقعة مقتل اللواء البطران، إن هم صرحوا في كل الجرائد الرسمية إن اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم وقتل في سجن الفيوم المركزي على يد السجناء، وهذه الواقعة غير صحيحة
بالمرة اللواء البطران اتقتل في سجن القطة، وإن اللواء البطران مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع السجون، ما هواش رئيس مباحث سجن الفيوم. بعد ساعات قليلة من إصابته تأكدت وفاة اللواء محمد عباس البطران رئيس مباحث قطاع السجون في مصر، وتم دفنه صباح 30 يناير كانون الثاني عام 2011 في مقابر الأسرة بنزلة البطران في الهرم بدون معاينة من النيابة أو تشريح للجثمان أو تصريح بالدفن أو إجراء تحقيق في الواقعة من وزارة الداخلية. وكاد دمه أن يضيع سدى، وأوشكت الحقيقة أن تدفن معه لولا أن توجهت شقيقته بهذا البلاغ. البلاغ أولا خد رقم 1100 بلغات نائب العام لسنة 2011. تم تعيين المستشار هشام جعفر من النيابة العامة علشان التحقيق في القضية. فوجئت بيهم يعني زي ما بيقولوا من الأول كده، أول القصيدة كفر. عنوان البلاغ في مكتب النائب العام: التحقيق في وقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم. فقلت للمستشار اللي هو هشام جعفر، قلت له اللواء البطران رئيس مباحث سجن الفيوم؟ سكت وما ردش عليا. قلت له ليه بتغيره في الحقيقة؟ بدأت التحقيقات في واقعة مقتل اللواء البطران في 16 من فبراير شباط عام 2011. تلك التحقيقات التي استطعنا الوصول إليها ويعتمد عليها فريق البحث. استدعى قاضي التحقيق الرائد أحمد مجدي الذي رافق اللواء البطران إلى السجن وصاحبه داخل عنابره ورافقه مصابا في سيارة الإسعاف إلى المستشفى، ودارت وقائع التحقيق كالتالي: ما هي طبيعة عملك تحديدا؟ أنا ضابط بقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون. ما هي علاقتك الوظيفية بالسيد اللواء محمد البطران؟ هو رئيس قسم البحث الجنائي بالقطاع، وهو يعتبر رئيسي المباشر، وبقالي حوالي 7 سنين شغال معه. متى تلقيت تحديدا البلاغ بحدوث حالة هياج داخل سجن القطة؟ حوالي الساعة 10 صباحا. متى وصلتم تحديدا إلى سجن القطة؟ بعد حوالي 40 دقيقة بعد ما تلقينا البلاغ. ما هي كيفية انتقالكما إلى سجن القطة؟ بسيارة الشغل حضرتك بتاعت محمد بن بطران. ما الذي حدث فور وصولكما إلى سجن القطة؟ لما وصلنا إلى السجن دخلنا إلى عنابر المساجين في محاولة للسيطرة عليهم لعدم هروبهم، وقمنا بدخول بعض العنابر إلا أنه في حوالي الساعة 3:30 حاول المساجين الخروج، وحدثت إصابة اللواء محمد البطران واللي أدت لوفاة. هكذا يقرر الرائد أحمد مجدي في شهادته أنه لم يكن موجودا في السجن أثناء إصابة اللواء البطران، بينما جاء في شهادة الجندي سابق أن أحمد مجدي لم يغادر السجن بالأساس. ما قولك فيما قرره سالف الذكر أمام؟ جاء في شهادة الجندي أن أحمد مجدي لم يغادر السجن بالأساس. ما قولك فيما قرره سالف الذكر أمام؟ سابق جاء في شهادة الجندي أن أحمد مجدي غادر السجن بالأساس. ما قولك فيما لم يغادر؟ قرره سالف الذكر أمام. جاء في شهادة الجندي سابق أن أحمد مجدي غادر السجن بالأساس. ما قولك فيما لم يغادر؟ قرره سالف الذكر أمام. جاء في شهادة الجندي سابق أن أحمد مجدي غادر السجن بالأساس. ما قولك فيما لم يغادر؟ قرره سالف الذكر أمام. دي سابق أن أحمد مجدي غادر السجن بالأساس. ما قولك في مقته؟ أنا كنت عائد من مستشفى سجن القطة القديم بذات منطقة السجون، وحين الوصول إلى باب السجن شهدت خروج جميع من كانوا بداخله، مما دفعني خلفا، وشهدت بعدها مباشرة اللواء محمد البطران غارقا في دماغه. ما سبب مغادرتك للسجن حال وجود حالة من الانفلات الأمني ومحاولة المساجين الهروب؟
أنا كنت بنقل المصابين والمتوفين من سجن القطة الجديد إلى مستشفى سجن القطة القديم على دفعتي. ما هي كيفية نقلك لهؤلاء المصابين والمتوفين؟ أنا كنت بركب معهم عربية الإسعاف بتاعة المنطقة. هل كنت تقوم بنقل هؤلاء المصابين والمتوفين بمفردك؟ أنا كنت موجود مع مسعف وسواق. في نفس الوقت كان في سواق اسمه سمير قاعد في العربية الخاصة باللواء محمد البطران وقاعد بره بوابة السجن، ولاحظ ان العربيه بتاعه الاسعاف ما جاتش الا مره واحده وما كانش في حد جنب السواق. هل ظل الرائد احمد مجدي بداخل السجن طوال فتره بقاء اللواء محمد البطران بالداخل؟ ايوه، هو فضل جوه لحد ما خرج. خرجوا كلهم وبعدين خرج محمد بيه متعور. هل تلاحظ لك وجود ثمه عربيات اسعاف بالمكان؟ هي عربيه واحده بس دخلت وخرجت تاني. هل خرجت تلك السيارة بعد أن اصطحبت ثمة أشخاص بداخلها؟ أنا ما شفتش كان فيها ناس ولا لا. هل كان يوجد ثمة أشخاص بجوار قائدها؟ أنا شفت السواق بس وما كانش في حد تاني جنبه. ما هو عدد مرات دخول وخروج تلك السيارات من وإلى السجن؟ هي مرة واحدة بس، هي دخلت وخرجت وما رجعتش تاني. أين كان الرائد أحمد مجدي وقت إصابة اللواء محمد البطران؟ هو كان جوه السجن. وكيف وقفت على ذلك؟ لأن أحمد به مجدي هو اللي وصله لحد العربية وركب معاه. العساكر كمان قعدوا معايا لحد يعني بعد ما 8 أشهر هم معانا بعد ما مات محمد به. الواد صادق ده قال لي إن أنا طبعا اللي هو كان معاه جوه اللي هو جاب الشنطة بتاعته والمبينات بتاعته، وخد بالك أنت، هو شاف. بس هم العيال كانوا خايفين يقولوا إحنا شفناه، علشان طبعا لسه اللي فاضل له سنه واللي فاضل له سنه ونص، فكانوا خايفين يتكلموا، لكن هم العيال كانوا عارفين كل حاجه. حاول فريق عمل الفيلم الذهاب الى سجن القطة لاستجلاء اي معلومات يمكن ان تقدم اضافه جديده في رحله البحث، لكننا واجهنا صعوبه بالغه في الاقتراب من محيط السجن الذي يعتبر واحدا من السجون شديده الحراسه، حيث يقع في الصحراء إلى الشمال الغربي من مدينة القاهرة، كما تحيط به أعداد كبيرة من حقول الألغام إضافة إلى أكمنة الشرطة. أهم شهادة في القضية وهي شهادة المقدم سيد جلال رئيس مباحث سجن القطة الجديد، وكان مرافق للواء البطران وأصيب في فخده. هل كنت متواجداً برفقة المرحوم محمد البطران داخل سجن القطة الجديد حال حدوث إصابته التي أودت بحياته؟ أيوة فندم، أنا كنت معه سعيد. ما سبب تواجدكما بالمكان والزمان سالفي الذكر؟ إحنا كنا بنمنع هروب المساجين من داخل السجن. ومتى تم الاتصال باللواء محمد البطران لإبلاغه بما يحدث؟ أنا لم أتصل به، ولكن هو حضر حوالي الساعة 12 ونص الظهر كده. ما الإجراء الذي قام به لدى وصوله؟ هو دخل إلى داخل السجن وحاول يهدي المساجين ومنع هروبهم. يعني لو في حاله هروب بره ما كانوش يضربوا علينا نار، واحنا في العنابر جوه ما يضربونا في العبوه. سيادتك، اربع عنابر موجودين في السجن، تصور الواجهه بتاعتهم هتلاقيها كلها مخرمه. احنا لو عايزين نهرب على السور طلق. احنا لو عايزين نهرب يا باشا كان الهروب بره. عمر حي عشوائي في الباب اهو، في الحيطه اكبر دليل اهو. احمد بيه فوق اهو. بص احمد بيه طلب مخرمه الدنيا. احمد بيه مخرمه الباب. احمد بيه. علينا الآن أن نجمد المشهد قليلاً، حيث يمثل المكان الذي قتل فيه اللواء البطران لغزاً كبيراً. ما هو مكان تواجدك تحديداً واللواء محمد البطران وقت حدوث إصابة كل منكما؟ إحنا كنا بين بوابتين المكاتب المؤدية للبوابة العمومية بداخل السجن. أي بوابة يقصدها المقدم سيد جلال؟ نشاهد في الصور المعروضة حالياً تمثيلاً للحادثة طبقاً للصور التي التقطتها اللجنة المكلفة من قبل إدارة البحث الجنائي كما رواها المقدم سيد جلال، وهي تظهر أن إطلاق النار عليه هو واللواء البطران قد وقع أثناء تواجدهما داخل هذا المبنى وبين بوابتيه المغلقتين، حيث لم يكن معهما أحد. من كان برفقتكما آنذاك من رجال الشرطة؟ في نفس اللحظة ما كانش حد تاني غير أنا وهو. فن تشير وقائع التحقيق إلى مفاجأة أخرى،
فقد تم استجواب المقدم سيد جلال مرة أخرى من قبل محقق آخر بعد 3 أشهر، وجاءت شهادته الثانية مناقضة تماما لشهادته الأولى. من كان متواجدا بين البوابتين بخلافكما أنت واللواء البطران وقت حدوث إصابتكما؟ كان معنا المقدم أسامة العوضي، وكان داخل معانا مجموعة من المساجين دول، وظلوا معانا فندم جوا بالإضافة لمجموعة أخرى كانت بتجري ورانا بيحاولوا الخروج من السجن يعني. تناقضت الشهادتان لسيد جلال، ولم يبدو ذلك كافيا لأن يلفت انتباه من يتولى التحقيق إلى معرفة أسباب ذلك. هو ذكر في الشهادة الأولانية أنه هو كان موجود هو سيادة اللواء محمد البطران في مبنى التنفيذ العقابي وهم الوحديهم، وهذا يتناقض مع أقواله برضو بعد 3 شهور لما جاء أدلى بنفسه بشهادة أخرى قال إن هو كان موجود هو سيادة اللواء البطران والمقدم أسامة العوضي وبعض المساجين. والآن يدخل في الصورة شاهد جديد بشهادة تؤكد ما قاله سيد جلال في الشهادة الثانية. أين كنت موجود لحظة إطلاق تلك الأعيرة؟ أنا كنت داخل ممر مبنى التنفيذ العقابي. ومن الذي كان معك في هذه الآونة؟ أنا كنت معايا اللواء محمد البطران والمقدم سيد جلال. لماذا تطوع المقدم أسامة العوضي للإدلاء بشهادة تؤكد وجوده في موقع الحدث معززا شهادة سيد جلال الثانية؟ علينا الآن أن نتابع جزءا آخر من شهادة سيد جلال. ما هو السبب الذي يعزى إليه وفاة المرحوم اللواء محمد البطران وإصابتك؟ من جراء إطلاق العيارة النارية التي تم إطلاقها للحيلولة دون هروب المساجين. ومن أي الأبراج أطلقت هذه الأعيرة صوبكما؟ احتمال برج من الأبراج رقم 1، 2، 3، على أساس أن هذه الأبراج هي اللي بتواجه مبنى التنفيذ العقابي التي وقعت فيه الحادثة. هل يمكنك تحديد أي من الأبراج 3 تمت إصابة المجني عليه المرحوم اللواء محمد البطران؟ لا يا فندم، لأن كل الأبراج كانت بتطلق العيارة النارية وكنا في حالة هياج شديد، ولا أستطيع أن أجزم عن أي من أين أتت إصابة المرحوم محمد بطران أو إصابتي، ويمكن حدوثها من أي من الأبراج 3 يعني. بينما في الشهادة نفسها يقول: أين كان اللواء محمد البطران يقف تحديدا عند ندائه عليك؟ هو كان يقف بالقرب من البوابة التي بها المصبعات الحديدية. هل كان يقف في مدى إطلاق النار الخاص بالبرجين 1 و2؟ لا، هو لم يكن في مرمى البرجين 1 و2. هل يمكن حدوث إصابة من النيران التي كانت تطلق من البرجين 1 و2؟ ممكن يا فندم. وكيف ذلك؟ لأن الطلقات ممكن ترتطم بأي جدار بعد عبورها من البوابة الحديدية الزرقاء وتعمل سكترما، ومن ثم ترتد من جسم صلب وتصطدم بجسم اللواء البطران الله يرحمه. طبعا علميا لا يجوز، لأن أنا بصفتي كنت ضابط جيش سابق واخد فرقة رماية وأسلحة صغيرة وعارف يعني إيه علم حركة المقذوفات، فلما يكون مقذوف يروح على سكترما بتقل قوته وما يفقد القدرة على أن يخترق أي جسم، ده منافي الحقيقة ومنافي للعلم. لكن التفسير العلمي والصحيح أن الطلقة جت من البرج رقم 3، والبرج ده اللي قتل محمد بيه البطران وضرب سيد بيه جلال. في الوقت الذي يفترض فيه المقدم سيد جلال إمكانية الإصابة من أحد البرجين 1 أو 2، يؤكد شهود عيان من السجناء أن الرصاصة جاءت من البرج رقم 3. في هذه الحالة من الطبيعي أن تظهر أسئلة جديدة أمام فريق البحث: من كان يقف في البرج رقم 3؟ وهل أصيب اللواء البطران عن طريق الخطأ كما يقول الضباط والجنود، أم كانت إصابته متعمدة؟ في خضم التحقيق في هذه القضية الخطيرة يتقدم أحد السجناء بشهادة شديدة الأهمية كان لابد لها أن تغير مجرى التحقيقات. أنا شفت محمد بيه البطران بيزعق لعصام بيه، وبعدين عصام بيه بعد عنه وإدى إشارة للضابط جهاد حلاوة عشان يضرب نار، أم هو ضرب نار من فوق البرج،
فمحمد بيه البطران انصاب، وسيد بيه جلال ومساجين كتير تانيين انصاب. الشهادة واضحة جدا، أشار الضابط عصام البصراتي مأمور سجن القطل الجديد إلى الرائد جهاد حلاوة الذي كان يعتلي البرج رقم 3 وبحوزته بندقية آلية أطلق منها النار على اللواء البطران فأرداه قتيلا وأصاب المقدم سيد جلال. فمن هو جهاد حلاوة؟ ومن هو عصام البصراتي؟ قبل أن نستمع إلى أقوالهما علينا أن نصغي إلى هذه الملاحظة الغريبة التي سبقت التحقيق مع الضابطين المتهمين. تضاربت شهادات شهود الاثنين ضباط المتهمين. تضاربت إزاي؟ يعني الضابط الأول اللي اسمه حلاوة ده قال لك أنا ما كنتش موجود. ضابط تاني جه قال لا ده حلاوة كان في البرج رقم 3. حلاوة قال لا أنا كنت بره السور بتمشى. جه البصراتي يفاجئنا بأنه في تحقيق النيابة قاعد في نفس الغرفة اللي بيتحقق فيها مع الضابط حلاوة. اتخذ أقوالهم على أنهم شهود وعلى سبيل الاستدلال، وقعدوا مع بعض رغم أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية، حتى لو هم شهود لا يجوز طبقا المادة 112 اللي بتقول يسمع القاضي كل شاهد على حدة على انفراد ولو أن يواجه الشهود بعضهم ببعض، بل دول متهمين. يبقى هنا في قصور في التحقيق وفي تواطؤ في التحقيق. ما هي طبيعة عملك تحديداً؟ أنا رئيس مباحث سجن التأهيل بالقطة. في أي ساعة تحديداً بدأ المساجين محاولة الهرب؟ حوالي 10 صباحاً. وما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن حيال ذلك؟ إحنا حاولنا نهديهم بالنصح والإرشاد، لكن استمروا في الهياج وتحطيم منشآت السجن وإشعال النار في البطاطين، فهمنا أنا ومن كانوا بالسجن من الضباط بمغادرة الأسوار بالخارج واعتلاء الأبراج لتدعمها لحين وصول الدعم الذي طلبناه. أين كنت تتواجد آنذاك؟ أنا كنت موجود بالبرج رقم 3 من أبراج الحراسة. هل كنت تطلق النار وقتئذ على المسجونين بداخل السجن؟ أنا كنت بضرب نار ولكن في الهواء لردع المساجين عن الاقتراب من السور العمومي، وكذلك كانت تفعل جميع الأبراج وعددهم 14 برج. استنى بقى، إحنا ما بنعديش السور. اتضرب عليكم النار ليه؟ في الأوض، في الأوض اللي ضرب النار ده في الأوض وعلى السلم وفي الحوش اللي احنا في الطبيعي كده. يعني انتوا ما كنتوش عايزين تهربوا؟ لا 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 يا لا 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 عايزين نهرب، لا عايزين نهرب. سور 6 متر، سور 6 متر، عربيات مصفحه بره، مدرعه، سلاح، رشاشه، كله هيهرب منه ازاي؟ هنقرب ازاي من السور يا باشا؟ بعد بحث طويل استطعنا الوصول الى احد شهود العيان الذي كان يقضي عقوبة داخل السجن أثناء الأحداث وأصبح الآن حرا وقد رفض ظهور وجهه على الشاشة. يقرر شاهدنا الجديد عكس ما يقوله الرائد جهاد حلاوة ويؤكد أنه شاهده معتليا البرج رقم 3 يطلق الرصاص. قبل اللي هو البطران ما يجي كان السجن كان في حالة هيجان، اتضرب علينا خرطوش من مفتش المباحث اللي هو عصام بصراتي، واتضربت علينا كلام مثير للدموع لحد ما وصل اللي هو البطران. المساجين كلها اول ما شافته طبعا راحوا عليه عايزين ايه، نمشي البصراتي من هنا. فعلا طلع بره العنابر، كان اللي هو قال له اللي هو يمشي على الاداره. فالبرج اللي كان قدام البوابة كان فيه ضابط جهاد حلاوة، ده كان معاه مباحث عن في سجن القطة ومسك رئيس مباحث السجن العسكري، ضرب النار على اللي هو البطران وموت بتاع 170 مسجون. هل كنت متواجدا بالسجن وقت حدوث إصابة اللواء البطران؟ لا، أنا كنت في السجن القديم وكان برفقتي عبد المجيد مصطفى بيه والرائد أحمد إسماعيل. أليس من الغريب أن يترك العميد عصام البصراتي موقعه في السجن في وقت حرج كهذا تجري فيه محاولة للهرب، حيث يتواجد اللواء البطران رئيس مباحث مصلحة السجون، بينما يأتي جهاد حلاوة من السجن المجاور ويعتلي البرج ويطلق الرصاص؟ وعصام البصراتي دوت
ده ما بيقبلش حاجه اسمها مسجون فاهمني، فراح قايل لهم اضربوا فينا بالنار واحنا مش واقفين مع سيد جلال بنكلمه، راجل طيب في وسطينا، راحوا ضاربين بالنار رئيس المباحث سيد بيه جلال ده، اه سيد بيه جلال ومحمد بيه وجهاد، لقينا ضرب النار اشتغل، سيد بيه صاب ومحمد بيه صاب او مات الله يرحمه فاهمني، ومساجين زمايلنا كمان من ضمن ايه اللي ماتوا في نفس الوقت ده. ما تعليلك مما قرره سالف الذكر إذن؟ لأن المساجين مش بيحبوني، وكان عندهم مخطط للاعتداء علي يومها، وبيحاولوا ينالوا مني بأي شكل. محمد بيه البطران بيقول لعصام الضابط اللي اسمه عصام البصلاط ده، بيقول له ايه ده انت حصلت ده تضرب المساجين بالنار جوه العنبر، انا هحولك للمحاكمة وانا اللي حقق معاك بنفسي. بعد شوية نبص لقينا عصام البصلاط أشر لجهاد حلاوة، راح ضرب عليهم نار على عصام البصلاط وموت يجي كم مسجون وموت محمد بيه البطران وصاب سيد بجلال. ما هو مضمون الحوار الذي دار بين اللواء محمد البطران والضابط عصام البصلاط قبل حدوث إصابة الأول؟ هو قال له ايه اللي انت عملته ده، ازاي تضرب المساجين بالنار جوه العنابر، انا هوديك للتحقيق وهحقق معاك بنفسي. ما قولك فيما قرره السجين عصام احمد ابو سريع بالتحقيقات؟ الكلام ده كذب وافترى، واللي حصل انا قلت عليه. الرواية الاكثر منطقية ان كان في استهداف لاطلاق رصاص على اللي هو البطران، وهو طبعا بقى موجود في الداخل لا معاه طبنجة ولا معاه سلاح عشان ما يقولوش انه يعني حاول يضرب حد بالرصاص او كذا، لانه من احد تعليمات السجون ان ما فيش ضابط سجن يخش جوه السجون في وسط السجناء وهو مسلح عشان ما يتخطفش السلاح منه. في مجمل التحقيق لن يواجه اي اتهام لاي حد، وده قصور في التحقيق او تواطؤ من المحقق، لان ده قضيه قتل عمد مع سبق الاصرار، والشهود موجوده وفي شهود اخرين، وفي الأحداث لو نبص نلاقي إن تناقض بعض الشهود وعدم مواجهة الشهود بعضهم ومواجهة الأحداث والحاجات دي كلها يفيد إن في تواطؤ من المحقق سواء كان قاضي التحقيق أو النيابة، وفي تواطؤ من الضباط مع بعضهم على أساس إن الداخلية لها يد في هذا الموضوع. يسجل تقرير المنظمة المصرية للحقوق الشخصية معلومات موثقة عما جرى في السجون المصرية وبصفة خاصة في سجن القطا. يتضمن التقرير عددا من الحقائق حول ما جرى من أحداث تنافي تصريحات الداخلية المصرية، كما يوثق التقرير أسماء وأعداد المتوفين والجرحى من المساجين، وبما يتفق مع الروايات التي شاهدناها بالصوت والصورة. يا قلبي حلاوة، هو اللي عمر بضرب النار. مين اللي عمر بضرب النار؟ مين؟ هو حلاوة، هو حلاوة، ارجع يا جماعة، هو حلاوة، هو ضرب البطران وضرب سيد بجلال بالنار. انا هنا في المكان دوت جهاد ايه من هنا والبرج ده قتل الاخرس ضربه في دماغه وضرب سيد ايه وضرب محمد البطران. عصام بالبصراتي هو اللي مقشر البرج يضرب على المساجين وحمد محمد البطران. جهاد حلاوة هو اللي كان واقف في البرج، ومعروف عنه اللي هو قناص، والمسافة اللي كانت بين البرج والمكان اللي كان واقف فيه اللي هو البطران حوالي بتاع 8 متر 9 متر، يعني معروف ان الطلقة رايحة فين، يعني مش هيضرب عشوائي، عمره ما يضرب عشوائي. يعني كل المشاهد الفيديوهات اللي هي جات لنا من خلال كارت ميموري او من خلال النزلاء في داخل السجن ووثقناها وحطناها كأدلة اثبات في القضية بتاعت اللي هو محمد البطران، وطلبنا من الإدارة العامة لمصلحة السجون بأسماء المساجين الموجودين في العنابر اللي هي في الفترة دي اللي تم فيها اغتيال محمد البطران، وبأسماء الأمناء اللي كانوا موجودين، وبأسماء السواقين اللي كانوا موجودين، إلا أن الإدارة العامة لمصلحة السجون يعني ما شاء الله قالك أن الداتا بتاعتها اتحرقت في الحتة دي تحديدا. يعني الموقف من مقتل اللواء البطران
ومحاولة يعني التغطية على الحادث. يعني مثلا على سبيل المثال تتكلم على رئيس مباحث سجون مصر فيدفن من غير ما يتم تشريح الجثة. في 18 يونيو كانت أول جلسة مع قاضي التحقيقات، فلقيت قاضي التحقيقات قال لي حضرتك دي جناية قتل وإحنا لازم نعمل طب شرعي، والنيابة العامة عاملة ورقة لقاضي التحقيقات بتقول له إن الأسرة رفض التشريح وده رفض الطب الشرعي، وهذا لم يحدث. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر يحدث تحول جديد في القضية، إذ تقرر ندب الطب الشرعي لاستخراج جثة المجني عليه اللواء محمد البطران لتشريحها وبيان الإصابات التي لحقت بها والأداة المستخدمة في إحداثها وموقف الضارب من المضروب بعداً واتجاهاً ومستوى. حددوا لنا يوم 30 يونيو للطب الشرعي. جت لجنة من الطب الشرعي مع قاضي التحقيقات مع مساعد مدير أمن الجيزة مع مجموعة من سجن من اسم الهرم، ورحنا هناك المقبرة وفتحوا المقبرة. الاثنين الترابية اللي بيفتحوا المقبرة أنا لقيتهم عمالين يقولوا اللهم صل على النبي، بقيت أنا مش فاهمة إيه اللي بيقولوه، بيقولوا كده ليه؟ الواحد أول مرة أبقى في الموقف ده في حياتي، ما كنتش فاهمة. فوجئت إن لقيت أخويا قدامي مغمض عينيه زي ما هو، كان هايل عليا أقول له اصحى يا محمد ورد عليا. الطبيب الشرعي ذكر في تقريره أن الطلقة جاية من مكان مرتفع داخلة من أعلى إلى أسفل، اخترقت التجويف الأمامي للجسم ودخلت على الضلع السادس كسرته يعني، ونفذت اليمة الثانية من الجسد. يعني معنى ذلك أن الطلقة جاية مباشرة، لا في سكترما ولا في أي كلام من ده، لأن السكترما غير قادرة طبقا لعلم حركة المخزوفات أو علميا لا يجوز لأي سكترما أنها تحدث هذه الإصابة. دفن اللواء البطران بدون تشريح لجثمانه، وقد ألقى ذلك بظلال من الشك حول طبيعة إصابته وعدد الرصاصات التي اخترقت جسده. وبعد محاولات عدة وجدنا عند عم حامد الترابي الذي دفن الجثمان وأخرجه من مرقده ليتم تشريحه مزيدا من الحيرة والغموض. بعد 6 شهور فطلعنا الجثة طب الشرعي لقيته زي ما ما فيش اي حاجه، ولا في جسمه قدام اي حاجه ولا وشه، مش الا بس هو في ظهره من ورا في الخلف 3 رجلات في ظهره وواحده في رجله. لا يتضمن تقرير الطبيب الشرعي استخراج اي رصاصات من جثمان البطران، بينما يقرر عم حامد الترابي انه قد تم استخراج عدد من الرصاصات من الجثمان. الدكتور طبيب الشرعي ما طلع الرصاص، طلع 3 من ورا من ظهره، واحده في الخلف وواحده في اليمين. وهنا تنشأ علامة استفهام جديدة، وقد حاول فريق البحث الاتصال مرارا بمصلحة الطب الشرعي لأكثر من شهر بدون جدوى، حيث كنا نحتاج إلى من يحل لنا لغز الرصاصات التي يمكن أن تكون قد اختفت من جسد البطران ومن تقرير الطبيب الشرعي. من المؤكد أن اللواء البطران قد قتل، لكن هل كان القتل عمداً أم كان عن طريق الخطأ؟ لكي نصل إلى إجابة هذا السؤال توجهنا إلى مدينة السويس لنلتقي بالحاج علي الجنيدي أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة. بالنسبة لإدراج ملف قضية اللواء البطران، ده تم إدراجه فعلاً على جدول أعمال لجنة تقصي الحقائق وشغالين فيه، وأفتكر إن هم توصلوا لمعلومات جدية بتؤكد إن اللواء البطران تم استهدافه وقتله من خلال بعض العناصر التابعة لوزارة الداخلية. شهد شاهد من أهلها، الدكتور اللواء عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية، تلك الشهادة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق
وعندما ألقينا عليه تساؤلاتنا لم يتردد في الإجابة التي تمليها عليه خبرته وضميره. اللي هو البطران الرصاصة، السلاح اللي اتضرب به سلاح مفرد. يعني ايه سلاح مفرد؟ يعني سلاح قناص، مش سلاح بيضرب دفعة او حاجة، لا ده كان بيضرب طلقة. ام كان المقصود به هو اللي هو البطران، لان اللي بيضرب طلقة ده انا بستخدم اسلوب التنشين مش اسلوب الضرب العشوائي. على جانب آخر وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، يصرح عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق تصريحا يستند إلى التقرير الأول، مؤكدا أن اللواء البطران قد قتل عن طريق الخطأ برصاص الشرطة. باختصار، اللواء البطران شخصية محبوبة وراجل محترم، حتى المساجين كانت بتحبه، فهو لما كان في تمرد في سجن القطة انتقل إليه عشان يهدئ من المساجين، وبعد ما استطاع أن ينجز مهمته معهم وهو خارج من الباب دفعه بعض المساجين للهروب من الباب من وراء، فالأبراج أطلقت النار على المساجين الذين يحاولون الفرار. أصيب اللواء البطران بطلقتين، وأصيب مأمور السجن بطلقة، وأصيب بعض المساجين، مات من مات وأصيب من أصيب. يعني هذه هي الحقيقة. يعني قتل خطأ برصاص الشرطة. برصاص الشرطة. نعم. لم يكن قتل متعمد من أحد. ظروف الأحداث ما تسمحش إن نقول إن هو متعمد. يعني. لجنة تقصي الحقائق الأولى لما تشكلت، المستشار عمر مروان قال إن اللواء البطران قتل عن طريق الخطأ، ولكن الحقيقة إن التقرير وموجود وعند كل الناس لم يشر إلا إن اللواء البطران قتل عن طريق الخطأ. التقرير قال مجموعة من المساجين، والمساجين بيقولوا إيه اللي حصل، وإن اللواء البطران اتضرب عليه بالنار بس، لكن ما لم يذكر إن اللواء البطران قتل عن طريق الخطأ. طبعا اللواء البطران ما كانش جزء من المؤامرة التي صيغت لفتح السجون، بل إن الراجل واقف بكل وطنية وكل شهامة يدافع عن هذا الأمر البغيض الذي يعلم علم اليقين أنه سيؤدي إلى انفلات أمني لا طاقة للبلاد لي، وكان أمر قتله أنا أعتقد أمر يعني متوقع. تم حفظ الملف ده، وكان ده شيء متعمد إن هم يحفظوا ملف قتل اللواء البطران، لأنه هيدين قيادات موجودة في الداخلية كان لها دور في قتل اللواء البطران. اتهمت الدكتورة منال البطران الضابطين جهاد حلاوة وعصام البصراطي بقتل شقيقها اللواء محمد البطران في بلاغها إلى النائب العام. فهل يمكن أن تقدم الداخلية أدلة إدانة رجالها؟ للأسف الشديد، من يوم ما أخويا اتضرب بالنار من يوم 29 يناير لحد ما اتعمل معاينة لسجن القطة في 29 مايو، يعني احنا بنتكلم على 4 شهور. ال4 شهور دي في الفترة دي تم إخفاء الأدلة. أدلة قلة الجمع بعد أسبوع أو اتنين، وإزاي أدي للخصم صفة الحكم؟ يعني إذا كان اللي قام بكده هم رجال الشرطة أو عملاء النظام السابق بتاع حبيب العدلي وحسني مبارك، هل هعد إليهم بجمع الأدلة وهم مرتكبي الجرائم؟ عدم تقديم أدلة إدانة لحد اللحظة وزارة الداخلية سواء لفتح السجون أو لكل قضايا الثورة ما لهاش غير معنى واحد بس، إن وزارة الداخلية لسه مسيطر عليها من ذات النظام اللي قامت ضده الثورة، وهو اللي مرتكب الجرائم وهو اللي بيحقق فيها، فمش ممكن هيقدم نفسه الجريمة. حضرتك مش ممكن هيقدم نفسه، يعني هيقدم نفسه متهم في جريمة هو عارف انه عملها. في هذه القضية حصل حجب للأدلة من ان تصل الى يد المحقق. يعني كان في المحقق بيطلب في قضية بتحقق بيطلب من الأجهزة الأمنية انه تيجي، فتيجي التحريات بصورة من طبعا معروف التحري تيجي منين، من الشرطة، فتيجي التحريات متطابقة مع الرواية اللي جاية من السجن، بمعنى أن أحكمت الحلقة
امام المحقق انه لا مجال امامه الا ان يامر بغلق التحقيق لانه ما فيش فيها ادله كثيره. انا في النهايه بقول بعد كل العذاب اللي الواحد شافه، اذا كان اللي هو البطران اللي هو مساعد وزير الداخليه ورئيس مباحث قطاع السجون، انا مش عارفه اجيب حقه. وكل التسويف اللي عمال يحصل في هذا القضاء المصري، طيب الشهداء اللي ماتوا من اول ما بدات الثوره المصريه والناس الغلابه يعملوا ايه؟ بعد ان قيدت ضد مجهول، لا تزال قضية مقتل البطران تراوح في مكانها، فلم يتم توجيه الاتهام إلى أي من الضباط المتهمين الذين لا يزالون في مواقعهم، إلا أنها وبعد عام من إغلاقها تعيد محكمة جنايات الجيزة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، ويتولاها قاضي تحقيقات جديد لنظل على حالنا بين خوف من سطوة الضلال ورجاء الوصول إلى شطآن العدل. كأن هذه القضية تمثل خطاً أحمر ضمن خطوط حمراء كثيرة لم يسمح لأحد بتجاوزها.